مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هالنهار ان شاء الله غنقدموا واحد الموضوع ديال حقيقة تجويع الأرانب بالنسبة للمربين ديال الأرانب. يعني شحال من واحد كيصحاب بلي تجويع الأرانب وهي يعني كيسمعها في المعلومات، كاينين بزاف يعني في يوتيوب في الانترنت كيسمع تجويع الأرانب، كيصحاب بلي تجويع الأرانب وهو أنكم غادي تنقصوا عليهم كمية ديال الأكل. كما كتعرفوا الارانب يعني الصغار ما خصناش نعطيهم بزاف ديال الماكله باش ما كيتصابوناش بالتخمه، ممكن انهم لا قدر الله يتصابوا حتى بالانتفاخ، والانتفاخ يعني صعيب بالنسبه للارانب. لكن الموضوع ديالنا ديال هذا النهار ماشي هو اننا نجوعوا الارانب، يعني شحال من واحد كياخذها يعني بهذه الكلمه بهذه الحروف، يعني اننا غادي نجوع الارانب باش غادي يكبروا غادي يسمانوا. لا، تجويع الأرانب وهو تعويد، هي قضية ديال تعويد. الأرانب إذا مشينا حتى خلينا لهم الماكلة ديما قدامهم، سمو كيوقع يعني ماشي قسمنا لهم يعني العلف ديالهم، ماشي قسمناه على وجبات، يعني شدينا أن غادي نخلي لهم ديما العلفة، لأن كاين اللي كيديرها في قضية ديال الدجاج. يعني هذه المعلومة خديتها من عند واحد السيد الله يذكره بخير، هو اللي فادني بهذه المعلومه، ان هو اللي باع لي هذا السمان. يعني كنوجه له تحيه طيبه، سيد معقول وكيتعامل معايا مزيان، كنشكره بزاف. المعلومه وهي كالتالي، قال لي ان السمان او الدجاج خاصك تخلي له يعني العلف ديما. علاش؟ لان الا مشيت حتى يعني بقيت كتعطيه غير بكميات بحالو بحال الارانب، سمو كيوقع انه كيولي متشوق للماكله، كيولي كيقول بلي ان الماكله يعني يعني العلف، ان هذا السيد اللي كيعطيني العلف راه ما غاديش يعطيني مره اخرى، كيولي كيجري. يعني هذا هو التقسيم ديال الوجبات، كيولي كيجري وكيتهافت على 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 الاكل، في حين ان هو الاكل ماشي كياكلو وكي كي كي يعني كيبلعو مباشره كيدوز له المصارن. لا، الناس اللي كيربيو الدجاج او السمان او يعني الدواجن او الدجاج البلدي كيلاحظوا ان الدجاجه كتخلي في يعني في العنق ديالها في القرجومه ديالها كتخلي واحد النسبه ديال الاكل كتمشي، واخا تحط لها شحال ما حطيتي لها ديال الاكل هي كتشدو كتخزنو عندها، ملي كتنعس كتبقى كدوزو المعده ديالها. يعني سبحان الله عندهم هذا الميكانيزم بهذه الطريقه هذه. اما الارانب في الحقيقه هو عكس ديال يعني الدجاج او الدواجن. علاش؟ لان الا مشينا حتى بقينا كنعطيهم ماشي يعني حطينا لهم الاكل ديما، كونوا متاكدين انهم ما غاديش يكبروا بواحد الطريقه طبيعيه، لان كيولي الاكل هو مصاب بالتخمه، يعني كياكل وديما عنده الماء الاكل حداه، ديما عنده العلف حداه. في حين ان التربية ديال الأرانب كتختلف تماما عن التربية ديال الدجاج والدواجن والسمان. علاش؟ لأن الأرنب ضروري أنك غادي دير له واحد النظام غذائي، يعني الكمية ديال الأكل اللي غادي تعطيها للصغير، إلا عطيته الأكل ديما غادي يتصاب بالتخمة، غادي يولي يا إما غادي يجيه الانتفاخ، لأن غادي يبقى يوسخ فوق الأكل ديالو، خصوصا الأرانب الصغيرة. الأرانب الصغيرة يعني بعد الفطام إلا مشات حتى وسخت فوق الأكل وكلات هذاك الأكل، أولا كيولي عندها اضطرابات في الجهاز الهضمي، ثانيا كتصاب بانتفاخات. والناس اللي راهم عارفين، الناس اللي كنهضروا على الانتفاخات، أشنا هي الانتفاخات بالنسبة للأرانب؟ يعني إلا مشيتو ما درتو لهمش بيكربونات الصوديوم وتعاملتو معاهم بواحد الطريقة، كونوا متأكدين أنهم كيموتوا. يعني كيبقى هكاك الارنب منفوخ، ما قادرش ياكل، ما قادرش، كيولي هزيل، واخا هو منفوخ كيبان لك ولكن راه ما كياكلش، يعني ما كاينش ديك العناصر اللي غادي يستافد منها ما كايناش. اذا الله يخليكم فهموا هاد العلاقه اللي هضرت لكم عليها، ان كاين الفرق ما بين الدواجن وفرق ما بين تربيه الارانب. تربيه الارانب خصو هي ماشي تجويع، يعني الحلقه ديالنا هذه تجويع، ولكن هي ماشي تجويع وانما ترتيب. يعني ضروري ان الارانب تعطيهم في واحد الوقت معين،
يعني بالنسبه للصغير تعطيه واحد النسبه قليله ديال الاكل، ماشي غتقول لا راه غادي يولي الا زدتو الكميه ديال الاكل راه غادي يكبر دغيا، لا عنده واحد لاج ديالو ملي كيوصل للتسمين، ديك الساعه كتبقى تعطيه بواحد النسب قداش ما كبر شويه لاج ديالو قداش ما انت كتزيدو في النسبه. والوجبات خاصكم ديروا له وجبات، ثلاثه ديال الوجبات. بالنسبه للارنب البالغ خاصو ديروا له 100 غرام في الوجبه بالنسبه هادشي الوقت البارد. اما بالنسبه للوقت الحار راه كديروا له كتبقى تنقصوا له كديروا له جوج وجبات، يعني 100 غرام كتولي 200 غرام. يعني كتولي الحراره في الاوج ديالها، يعني في شهر الصيف، يعني حنا كنهضروا على شهر 7 ولا شهر 8، كتولي النسبه ديال الاكل ديال العلف كتقل. علاش؟ لان كيتصاب بالاحتباس الحراري، كيولي الارنب الا مشى تاكله كيموت. يعني بالعكس، يعني هادشي بالنسبه للارانب البالغه والارانب الصغار، كيولي خصك توفر له غير الماء والنسبه ديال الاكل وجبه واحده. اذا الناس اللي كيسولوا على شحال في واحد من واحد جات في لي كومونتير كيقولوا لي بعدا على حساب القضيه ديال الاكل شنو هي 100 غرام، حنا ما عندناش الميزان. الاكل ممكن انكم تستعنوا يعني بدون ذكر اسماء ديال الشركات، يعني طاس ديال الياغورت، طاس ديال الياغورت وهو 100 غرام، انا راني وازنه 100 غرام يعني ممتلئ. هذاك طاس ممكن انكم تبقاو تعبروا به، تعطيهم بالنسبه عفوا الارنب البالغ ممكن انكم تعطيوه ثلاثه الوجبات 100 غرام، يعني غتولي 300 غرام للفأر، عفوا مع رسمالي مع الفأر عذرا، الأرنب عفوا الأرنب البالغ، الأرنب البالغ يعني بحال هذا الشكل هذا هو بابيون تبارك الله، راه عنده دابا واحد السنة، سنة وشي شهور، بضع شهور، راه كياكل 100 غرام في الوجبة، 100 غرام في الوجبة، ماشي غادي نخلي له يعني العلف ديما، لا، تا هو كيفو كيف هاد الصغار هادو. خاصكم تبقى تعطيهم بوجبات، يعني تنوضوا في الصباح بكري تعطيهم الوجبه الاولى، وقت الظهيره تعطيه الوجبه الثانيه، طاس ديال ياغورت ممتلئ مثلا بالخبز، هو خبز جاف هو كنعطيه له. بالنسبه للذكور راكم عارفين ماشي مشكل انكم ما تعطيوش السيكالين، ممكن انه غير يعيش لانه هو الدور ديالو غير كيلقح. وبالنسبه يعني الاناث حاولوا انكم تعطيوهم السيكالين. كان نعتذر لكم على هذا الصوت هذا، راه عندي شي دجاج كيقاقي. المهم الحلقه ديالنا راه سالات، كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، تكيو على زر جيم ما تنساوناش بدير جيم، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.